من جديد أعود إلى ضيفتي عبر الهاتف السيدة نورة بن فيصل الشعبان، عضو في مجلس الشورى السعودي. تحدثنا قبل قليل عن ما حققته المرأة السعودية بدعم من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قرارات كانت حاولت المرأة لعقود ربما أن تصل لها. نعم، المرأة السعودية الآن الحمد لله توهجت بشكل كبير على مستوى دولي، وأيضا فعلا يعني وجودها في عدة محافل دولية وإقليمية أصبح الحمد لله الآن بشكل واسع وكبير، إضافة إلى كثير من الأمور اللي يعني كانت من بمثابة حلم للمرأة السعودية، ولكنها الآن أصبحت فعلا أشياء محققة وأبدعت فيها المرأة، مثل دخولها في مجال الرياضة، مثل أيضا وجودها الآن في كمفتية في المملكة، وأيضا في مجال كثير يعني صراحة أنا أعتبر أنه متميز اللي هو وجود الآن قيادة المرأة للسيارة. نعم، المرأة السعودية إلى أي مدى يعني دعم المحيط، دعم الحكومة، لطالما كان ربما إلقاء الضوء على المرأة السعودية يأتي من الإعلام ربما الأجنبي بشكل أكبر من الإعلام المحلي، الآن المعادلة كلها اختلفت في الفترة الأخيرة، هذا إلى أي مدى يعطيكم دفعة قوية إلى الأمام كسعوديات؟ ماذا يمثل لك أنت شخصيا أستاذة نورة؟ هذا شيء ما هو مستغرب على دولتنا ولله الحمد من أيام الملك عبد الله رحمة الله عليه عندما جعل للمرأة مكانة في مجلس الشورى، والآن أيضا سيدي الملك سلمان يحفظه الله اللي فعلا أعطاها كثير من المساحة وأعطاها كثير من الحقوق والمهارات اللي هي فعلا كانت تحتاجها والاحتياجات اللي وفر لها إياها. أيضا رؤية إن شاء الله راح تكون جدا مميزة سنراها بإذن الله في السفارات في الوزارات، ايضا راح تكون ان شاء الله في جميع القطاعات، يعني ان كانت مناصب قياديه عليا او كان في يعني ما يصب خدمه مجتمعها. طيب في هذا اليوم ماذا تقولي للمراه السعوديه والمراه العربيه والمراه الخليجيه ايضا؟ اقول لكل نساء العالم هذا اليوم المميز يجب ان يكون لك بمثابه خطه استراتيجيه، ترين أين أنت الآن وأين تريدين الوصول وما هي الأدوات التي تساعدك للوصول، فقد كوني إنسانة إيجابية، إنسانة مبدعة، إنسانة مبادرة، إنسانة لا تستسلم أبدا رغم كل العقبات ورغم كل الضغوطات التي تمر عليك بأي مجال من المجالات، بالعكس أحبي عقباتك لأن هذه العقبات هي التي ساعدتك وستساعدك للوصول. كلمة للرجل أيضا، كلمة للرجل الذي دعم المرأة. الرجل الذي دعم المرأة أنا بالنسبة لي أعتبر أنه تربى على يد ملكة، لذلك هو يحترم المرأة وهو أيضا يقدر المرأة ويعطيها المزيد من الدعم، فهذا الدعم سبحان الله عندما تجديه أنت إن كان من أخ أو من زوج أو من أب أو من ابن أو من زميل في مجال العمل، ما هو إلا رقي ويعني من هذا الرجل وتعرفي مدى تربيته. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة من الدمام أستاذة نورة بن فيصل الشعبان، عضو في مجلس الشورى السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الدمام، شكرا لك.